جبل ثور. هنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي أيام فتح مكة كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وصل إلى هنا، ثم ساد إلى جبل وإلى آخره، قال من هنا رأيت مكة كلها. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى جبل الثور لما مر به في فتح مكة، قال من هنا طريقتي إلى المدينة. فقد روينا عن شيخنا محمد بن عبد الرحيم بن جاد بدر الدين الحاشمي المصري المتوفى في سنة 2016، وهذا من أكبر المحدثين في هذا القرن، وهو من كبار المحدثين بمصر وبالشام وبالحجاز، وكان يروي عن أبيه، وهو كذلك عن شيخ محمد عبد الرحيم النشابي، وهو عن شيخ محمد إبراهيم بن أحمد، وهو عن إسحاق، وهو كذلك عن شيخه محمد بن محمد وهو الحجازي، وهو كذلك عن شيخه أبو بكر بن محمد بن عبد الله القالي، وهو بروايته كذلك عن شيخه سفيان وهو من أهل دمشق، وهو كذلك قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن إبراهيم بن محمد قال كنا عند جبل ثور وقام جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى جبل ثور وقال قال هذا جبل ثور وهو جبل النور وهو جبل البركة. ثم كان جابر رضي الله تعالى عنه كان يجعل يده على أي جبل من هنا من أول جبل إلى آخره، أي جبل هنا كان يجعل يده عليه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال إنه هو جبل البركة. واحد من المحدثين يسمى ابن مكولا، أي وهو من كبار المحدثين، هو أما الكتاب اسمه الإكمال، وفي هذا الكتاب ترجم لواحد اسمه بنان بن إسحاق، وبنان كان يأتي هنا يقول فإذا كنت في مكة أردت البركة جئت إلى غار ثور، قال فقد ملأت بركة لأجل حديث جابر. وحتى ابن تيمية الذي أنكر البركات فإنما هنا يأخذ بحديث بنان يقول إن بنان أحب إلينا من غيره. ولأجل ذلك من أراد أن يتبرك بجبل النور إما بالنزر وإما باللمس وإما بالمسي فليفعل. الحمد لله وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله ربنا الله الإمام مسلم نقلوا عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هتف من هذه الخطبة، وهي خطبة كبيرة كانت في حجة الوداع، وهذا المكان من فاته الوقوف في هذا المكان في يوم التاسع خلاص يفوته الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فنسمع الآن إن شاء الله سند من الشيخ محمد ويذكر لنا سند في شيء مما يتعلق بعرفة، وندعو الله بعد ذلك ونتوجه إلى الله حتى يقبل إن شاء الله زيارتنا هذه كأننا واقفين بعرفة. هنا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الجبل في مفصل بين الجبلين، وكان على أعلى ذروة الجبل، وكان تحته ما يقارب 120,000 صحابي. كان رسول الله يتكلم وعلي يبلغ كلامه، وكان هو بجانب سيدنا رسول الله على يمينه، رسول الله يقول وهو يبلغ، ثم قام أبو سعيد الخدري إلى آخر صوت علي هو كذلك يبلغ، ثم معاذ هو كذلك بآخر صوت أبو سعيد هو كذلك، ثم بعده سيدنا عمار بن ياسر. أنا ما عندهم ميكروفونات أيامه، لذلك لازم يكون مبلغ. من هنا المحدثون أخذوا شيئا طريفا يسمونه بالإملاء والاستملاء، واحد يبلغ واحد يقوم يبلغ إلى آخر ما الصوت يصل إلى الجر. وأهم شيء أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، كررها 7 مرات هنا، بينما أن الحج ليس عرفة فقط، إنما هناك الطواف والإحرام والسعي، ولكنه ركز على الحج عرفة. لماذا؟ لأن العرفة هي ركن ركين من أركان الدين جميعا، المسلمون بأكملهم أن بقرة أبيهم يجتمعون من هنا، وقد سن الله سبحانه وتعالى لأنبيائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ركز فيه على الحج عرفة، لذلك قال في حديث الدين النسيحة، بينما أن الدين أشياء كثيرة من صلاة وصيام وزكاة، لكنه قال لا الدين النسيحة، لأن محام الدين كله هو موجود ينحصر في النسيحة، والأنبياء كلهم أرسلوا لأجل النسيحة، لذلك تجدهم في القرآن ونصحت لكم وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين، كل الأنبياء جاءوا لأجل النسيحة، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيحة، وجعل الله النسيحة لكل عبد مؤمن.
الصغير ينسخ الكبير، الولد ينسخ أباه، كذلك الطالب ينسخ شيخه، الجاهل ينسخ عالما، الفقير ينسخ غنيا. يعني النصيحة للجميع، يعني معناتها هي النصيحة فهي الدعوة والإرشاد إلى الله. الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولماذا تواصوا لم يقل ووسوا؟ جعل التاء حتى يكون التفاؤل بين الجميع. حتى الدواب قاموا بالنصيحة، هي قامت بالنصيحة تجاه الدواب الأخرى، فكيف يعني ذلك الإنسان؟ بل في القرآن سورة النمل أن النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده. هذه نملة تنسخ النملات، ولذلك سيدنا سليمان تبسم ودهك، تبسم داهكا من قولها، أنه تعجب كيف أن النملة تقوم بواجب قومها تجاه قومها، فكيف يعجز ذلك الإنسان؟ العلماء يقولون آية في القرآن جمعت 11 نوعا من الكلام، نادت وكنت ونبحت ونسحت وعمرت وأشارت واحتزرت ثم احتزرت ثم كذلك كست ثم عمت ثم كذلك سمت ثم كذلك أشارت ثم احتزرت. إن شاء الله هنا العلماء يقرؤون حديثا بسند متصل فلا يقرؤونه إلا في عربة، وهو من أصح سند في الدنيا على الإطلاق، وهو رواية إمام أحمد عن شيخ إمام الشافعي، إمام الشافعي عن شيخ إمام مالك، معناه إمام أن إمام أن إمام، هذا لا تجده على الإطلاق في كل الأحاديث. إمام أن إمام أن إمام هذا لا. أحمد يقول حدثنا إمام الشافعي، إمام الشافعي يقول حدثنا إمام مالك، إمام مالك يقول حدثنا نافع، نافع يقول حدثني عبد الله، عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني رجل لا يزاحم أحدا في كل شيء، إذا أنت تقدمت في شيء فلا يجب علي أنا، لا يجوز علي أنا أن أزاحمك فيه. واحد طلب نكاح امرأة ثم يأتي واحد يزاحمه فيه، وهو معنى ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، كذلك هو في البيت، أنا اتفقت معك أشتري هذا 10 جنيه منك ثم يأتي واحد يزاحمني يشتريه بخمسة. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالكيار ما لم يتفرقا. ثم بنفس السنة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع المزابنة، عن بيع المزابنة، فهو يسمى بيع الغرر، الشيء الذي أنت لا تملكه كيف تبيعه. فهذه الأحاديث الأربعة هنا في غير هذا المحل لا يروى بهذا السند الذي أكرمنا بذلك. ونقرأ سندنا من الشيخ شريف إبراهيم سالي الحسيني. الشيخ شريف إبراهيم سالي هنا سمع هذا الحديث ياسين الفاداني، وياسين الفاداني عن شيخه عمر حمدان المحرسي، وهو عن علي بن زاهر الوتري، وهو كذلك عن شيخه وجيه الله، وهو كذلك عن شيخه محمد، وهو كذلك عن شيخ الإمام الكزبري الحفيد، وهو كذلك عن شيخ عبد الله السكري الدمشقي، والدمشقي كذلك عن شيخه محمد بن عبد الله، وهو كذلك عن شيخ أحمد بن محمد، وهو عن المؤمر صالح الفلاني، وهو كذلك عن المؤمر محمد بن سنة، وهو كذلك عن شيخه المؤمر وهو أحمد الإجلي اليمني، وهو كذلك عن محمد مفتي مكة محمد بن أحمد النحروالي، وهو كذلك عن أبي الفتوح الطاووسي، وهو كذلك عن أبي ابن شاذ برت الفرغاني الفارسي، وهو كذلك عن الختلاني، وهو كذلك عن الفربري، وهو عن الإمام البخاري. إمام البخاري قال سمعت أحمد يقول، وأحمد قال سمعت شافعي يقول، وشافعي يقول سمعت مالك يقول، ومالك يقول سمعت نافع يقول، ونافع يقول سمعت عبد الله يقول، وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا، وأشار إلى عرفة. فقد أجزكم من حذر إن كان يجوز للإجازة إن شاء الله. هو من هذا من أحسن السند في الدنيا كلها. إمام العراقي يقول في ألفيته وفي حكمنا على الإسناد على الإطلاق على سند، وأنه بأنه أساق مطلقا، وقد سح به قوم فقيل مالك النافع فيما رواه الناسك مولاه، واقترح حيث أنه يسند الشافعي قلت وأنه أحمد. جزاكم الله خير. He goes thank you very much. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. آمين.